السلام عليكم يا شباب، كيف الصحة؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مقطعنا لليوم عن لعبة ماينكرافت، لكن أنا المحقق كمان. طبعا أنا نزلت مود البحث عن الزر، المود عبارة عن 16 ليفل، والهدف إنه نحن نبحث عن الزر. هذا الليفل الأول في الغابة، يلا نينا نبدأ بالبحث. ممكن يكون عند المي أو على الشط. خلونا ناخذ دورة عند المي، نرجع من دورة عند الشجرة. أوه شايفونه، هذا هو عند الشجرة يا جماعة. وهي ختمنا الليفل الأول، وهي الليفل الثاني في الطاية، في بيوم الطاية. طبعا أول لما تدور عند الشجر عند حيطان البيت، طبعا كونان كل شوي بيقول لي أو بيعطيني مساعدة المكان بيأشر لي. خلينا نفوت ندور بالبيت، ندور عند حيطان البيت، على سقف البيت، أرض البيت. استنى شوي، في بعض الشجات. هو المحقق كان بس طلع لي معناتها أنا غلطان. شايفينه هذاك هو جنب المصباح يا جماعة. هاي صرنا بالمرحلة الثالثة، وأيضا في بايم الأطراف. أوه ليكو، هذا الزر هون، بس مو الزر الصحيح. أظن إنهم يخادعوني. أيضا في زر ثاني وأتوقع مو الصحيح. طبعا البايم هذا فيه أكثر من زر، وفيش غير زر واحد صح. نحنا لازم نلاقي. هي المهمة شوي صعبة، بس يلا بندور. طبعا أنا صرت كابس تقريبا عند أكثر من زر، أكثر من 10 زر، وما كنت ملاقي الزر الصحيح. ممكن يكون هون. أوه هذا هو الزر. وهي الليفل 4 هو عبارة عن أطغار. الليفل الرابع بايم الأطغار. خلينا نبدأ ندور في بايم الأطغار. أولا ندور، نروح نشوف الشجر. ممكن يكون في أعلى الشجر، أكثر توقع هيك. أنا بس كان أطلع على الشجر ده. أما بالأول خلينا نروح ندور على الأرض، وبعديها بنروح نطلع على الشجر. أول خلينا نطلع على الشجر. طالما ما في هذا المكان بالشجرة بالدرج، معناتها بيكون بهاي الأماكن. أنا بعرف المود كيف أصوله. ندور هناك، ندور هناك، في طابقين، مو طابق واحد بس. طلع الطابق الثاني مو موجود هون. نطلع على الشجرة اللي بعدها، أيضا مو على هي. أوه ليكو، أنا وقعت لحد الزر يا جماعة. وهي الليفل 5 بايوم الماشروم. ندور أولا عند شجر الفطر، شجر المثل الطاقية، ممكن يكون جوا. نرجع بنروح ندور عند، طبعا هن عبارة عن مفرقين أو مكانين للدخول. شوف المكان الأول اللي هو صحيح. أظن أنه ما فيه شيء، نروح على المكان الثاني. أوه ليك وين الزر يا جماعة، في نهاية المكان. وانتقلنا للليفل 6 المستنقع. خلونا نروح ندور بالأول بالمي. استنوا شوي، في أزرار بالمي. أظن أنه كمان يخادعوني، حاولوا يخادعوني مرة أخرى. أنا المحقق كونان يعني ضد الخداع، يعني ضد الخداع. كنا نعرف المحقق كونان إنه هو الذكي. ممكن يكون في زر صحيح منه، لكن الحكي 1%. هذا الزر الثاني يلا نضغطه، أيضا مو. طيب ممكن يكون على حيطان البيت أو على العواميد تبع البيت أو على أرضية البيت. خلونا نروح ندور. أظن إنه ما في شيء، ما في شيء. يعني أكثر توقعات بده يكون بالبيت. نروح ندور على حيطان البيت. يمكن من الشباك لازم نضغط زر، لأنه مبين الطلوع على البيت شوي صعب يا جماعة. أو على سطح البيت. أظن إنه ما في شيء، يعني بالبيت في طريقة واحدة للطلوع على البيت. ممكن من هاي الشجرة بإمكانها نطلع. تعالوا نجرب. حلو، وصلنا خلص، معناتها الزر بالبيت. طبعا بهذا البيت في فرن كرافتنج تيبل، أيضا آلة صناعة الزر، ما بعرف شو اسمه. نروح ندور بهذا البيت. هذا هو الزر، هذا هو الزر على سطح البيت. وهاي بالليفل 7 ليفل الصحراء.
طبعا يلا نبدا التدوير في بايم الصحراء. تعال ندور على راس الصبار. على راس الصبار ممكن يكون عند هاي الصبارة مليون. لا والله ليك وين الزر؟ ايزي المرحلة ايزي يا عمي ايزي. الليفل 8 بايم الثلج، وايضا فيه بايم التايجا، يعني مخلوط بها بايم التايجا ثلج. خلونا نشوف الصندوق، يعني الزر بالصندوق مفتوح. خلونا نشوف سطح البيت، ما في اي شيء. يعني وين راح يكون الزر؟ ما بقدر. هذا هو، هذا هو الزر. يلا ننتقل للليفل التاسع. طبعا هذا بايم مسامير جليديه. اولا ندور على المسامير، ندور، وايضا في شويه مي، نفوت نشوف شويه بالمي، ندور على قمع، حاطين لنا كرسي بالمي. هذا هو الزر، هذا هو الزر. يلا ننتقل للليفل العاشر. اوه الليفل العاشر في كهف، يا الهي شكل الليفل العاشر شويه صعب نحكون. في مدخلين، المداخل طويلة شوية، وأيضا في شوية دايموند. وهذا المدخل الثاني ما في أي شيء، دور فيه. ندور على أسطح الشجر، وأيضا أظن أنه ما في شيء. يعني كل توقعاتي بالكامل. خلونا نشوف هذا المدخل لأنه مظلم شوية ومبين الزر فيه. وايضا في جرار وجنبي لوكا مو مفتوح. اوه ليكو 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 الزر. وين انتقلنا للليفل 11؟ ليفل 11 بس محيط. اوه هذا هو الزر، هذا هو الزر. يلا لليفل 12. هي كمان هم بيقطعونا. اظن ان الزر بالمي محتول واكثر. اوه هذا هو الزر صحيح. يلا انتقلنا لليفل 12. ليفل 12 هو عبارة عن كباتيل ايميرالد وجولد ودايموند وايرون وفحم وكل شيء، كل شيء انتو بتحبوه موجود هون. وهون في جرار واقع لتحت، بدي اشيله. وليك وين الزر، ليك وين الزر؟ عندي جرار. وهي الليفل 13. الليفل 13 هو بايم مناطق المتآكلة، هيك اسم البايم. يعني شو بدي اسوي؟ ندور على أسطح الكهوف هاي وبالماي قبل ما ندخل على الكهوف. ما في أي شيء. وأيضا مربين لشوية غنم الشباب. فوت ندور بالكهف الأول. استنوا شوي، في مدخل صغير هون وأظن إنه الزر فيه، بنضغط بطريقة ذكية بطريقة محقق غنم. هذا هو الزر. وهي الليفل 14 هو عبارة عن الماس هذا، ما بعرف شو اسمه. المحقق كنا ما يفهم بالأشياء المعرفتين. يلا ندور، أكيد المرحلة سهلة يعني ما بدها تفكير فيه. هذا هو الزر يا جماعة، هذا هو الزر. أوه الليفل 15 عن النذر، الله أكبر يا جماعة. شكل الليفل جدا صعب، لأن النذر حتم غير ما يكون عالم نذر. أيضا في طابق ثاني، يعني مش طابق ثاني صغير، كبير. وايضا في قلعة، في جزء من القلعة، يعني جدا راح يكون صعب الزر لوجوده. اول لما نروح ندور على هاي الشجر، نروح نفوت القلعة نستكشفها استكشاف. طبعا في صناديق بالقلعة، واظن الصناديق فاضية. فتت ادور بالاماكن هاي، والصراحة القلعة جدا عتم، يعني الزر مو ممكن يتلاقى بهالسهولة. صندوق ثاني ايضا فاضي هذا الصندوق. وهناك على طول انا طلعت من القلعه. خلونا نروح ندور بهذا المكان. هذا في بركان، يعني لو وقعت بالبركان ممكن اموت. نروح ندور على سطح القلعه بالكامل. طب فينا نطلع على الشجر، كان نلاقى الزر فوق الشجر. هذا هو الزر، هذا هو الزر. بس كيف راح اضغط؟ والحمد لله ليفل 16. يلا ليفل 16 ايضا عن النذر، مبين عليه اصعب الحدود مو بصعوبة ذاك. طيب
خلينا ندور على الشجر. ليك وين الزر على هذيك الشجرة؟ وخلصنا إلى المراحل هونيك. يعني هذا ترحيب ولا مرحلة؟ لا ترحيب، إنه أنا فزت المراحل. طبعا شكرا لكم على المشاهدة، أتمنى إذا عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك، وشكرا على المشاهدة.